قناة أخبار بريس. السلام عليكم. مقطع صادم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيق قيام مجموعة من الأشخاص برشق مستعملي الطريق بالحجارة وتعريض سلامتهم الجسدية للخطر على مستوى طريق الرباط القديمة. مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت مع الواقعة بشكل سريع وأعلنت أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمنطقة أمن البرنوسي، والتي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 19 سنة، 3 من بينهم من ذوي السوابق العدلية.